احسن بافي قدرت تاخذ مع ثمن زوين. السلام عليكم الاخوه، اليوم معنا فيديو جديد مع واحد الباف بلوتوث. كيف ما كتشاهدوا معنا الناس ديال التخيام وديال البحر، كيف ما كتشاهدوا معنا جبنا لكم واحد الباف اللي هو مزيان و تيشد لا شارج، في الضو ديالو، في المسائل ديالو، تيليكوموند ديالو، تيخدم بلوتوث، تيخدم كارت ميموار، اليو اس بي، في الراديو كيف ما كتشاهدوا معنا، وواحد الثمن اللي هو رمزي. الثمن ديالو الاخوان باش كيتباع هذا الباف هذا فهو كيدير 300 درهم فقط، 6000 ريال، و تيشد ما بين 4 السوايع حتى 5 السوايع ديال لا شارج، فيه واحد البطاريه اللي هي قويه، تيجي بجوج ديال لي باف وجوج ديال التويترات كيف ما كتشاهدوا معنا، في واحد لي باف اللي هما مزيانين، الصوت ديالهم جاد، وتيجي فيه الضواو داخل الباف. شنو اللي كيعطيو مع هذا الباف هذا؟ تيعطيو معاه فقط الشارجور ديالو، هذاك الكابلي باش كيتشارجا بالشارجور ديال الهاتف، والصمطة ديالو بغيتي تهزو. تيعطيو معاه التيليكوموند ديالو باش يمكن تحكم به. هنايا البلاصة مناش كيتشارجا، البلاصة ديال الشارجور في ويت العادي ديال سامسونج، اليو اس بي بغيتي تخدمو بيو اس بي ولا لاكارت ميموار، في البلاصة ديال الميكرو. شنو اللي مزيان في هذا الباف هذا؟ الصوت ديالو، فهو في واحد الصوت رائع، زيد عليها لا شارج كيشد ما بين 4 حتى 5 السوايع ديال لا شارج، هذا هو لافونتاج اللي فيه مزيان. الناس اللي كيسافروا و تيبغيو الموسيقى و تيبغيو يتموسقوا مع راساتهم، لا عليهم غير بهذا الباف هذا. الثمن ديالو الاخوان فهو راه رخيص، 300 درهم، 6000 ريال في متناول الجميع، وباف مزيان ما كيموت ما والو، ديال العمل مزيان في الصوت ديالو، تيعطي واحد الضو مزيان كيف ما كتشاهدوا معنا. هو هذا لاباف بلوتوث، الناس اللي كتسول على الباف بلوتوث فهاد الباف هذا مزيان. هذا ما كان الاخوان، الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.